نستاذنكم يا شيخ اتصالات. الاخ عامر السلام عليكم. هلا والله. عليكم السلام ورحمه الله. ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ إيه يسمعك معالي الشيخ. الله يطول. بس انا ابي جواب كافي من الشيخ الله يعطيك. انا والله سمعت تو والله على المباشر. المهم انا اخوك عشان ما اطول. عندي سؤالين. انا في ابن اخوي امام مسجد، هذا هو اللي انا من قاهرني كثير، امام مسجد طبعا. نعم. ويدرس دراسات عليا طبعا وكل شيء. فانا معطي ابوهم 2006 و2007 شريت اسهم بحدود 15000 دولار او اكثر، 17000 دولار باسمه وباسم اخوه، عندي وكالات بالشيء هذا. ايه. فالان نكروه علي وهو امام مسجد، وارسلت لهم ناس ويا جماعه ومعطيني وكالات رسميه ان الاسهم لي انا. فالاسهم هذه مضى عليها كثير، حوالي 15 سنه الوكالات، وهو امام مسجد. فكيف يطاوع قلبه كذا ويسوي الشيء هذا؟ يعني انا اتكلم والله اني مقهور. نعم. ويعني امام مسجد، ولو اقول للشيخ يمكن هو يعرفه. هو اخوك؟ هو اخوك؟ ولد اخوي، وابوه توفى وانا ما مسامح ابوه، وجاني هو قال لي يوم ليله ابوه توفى. طيب تسمع يوم الاجابه. ابوه توفى. نعم. نعم. وفي السؤال الثاني. الثاني وانا اخوك، امي كانت مرقده بالمستشفى وجونا وقالوا لنا ابونا توفى وعطينا شو اسمه وكاله، قلت ابشروا ولا يهمكم، راح وجابوا الشيخ وسوى وكاله بمستشفى الملك فهد. الام سوت وكاله؟ سوت وكاله. لمن 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 وكاله؟ لولده، للولد المتوفي هذا اللي انا حاطه اللي هو اخوك. اي نعم اي نعم. اللي هو ولد اخوي. سم. وراح وطال عمرك، ويوم قلنا لهم اعطونا حق امنا بعد فترة، احنا ما علينا من الفلوس بصراحة يعني، بس يوم عملوا معانا موقف سيء قلنا لهم عطونا المبلغ عطونا حق امي. قالوا لا روح اشتكي للمحكمة. رحنا اشتكينا للمحكمة، قال حنا عرضنا عليه وحلف يمين ان عرضوا على امي وامي عيت والله العظيم وقسما بالله، وانا رجال معي قلب ودعانتين، قسما بالله ما عرضوا على امي ولا فتحنا الموضوع الا في المحكمة. الوالدة موجودة الان؟ موجودة الوالدة، وكلمها الشيخ قالت له ما تنازلت. نعم. ولا عندي أي شيء ولا عطيتهم تنازل، أنا عطيتهم وكالة عشان يجيب حقي وحق ولدي اللي انصدم، جاب حق أخوي اللي انصدم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله. الله يعافيك. بس أنا مقاهرني الشيخ إنه هذا إمام المسجد. أبشر 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 أبشر. الله يحفظك الله يحفظك. الله يرضى عليك. الأخ عامر الشيخ للسؤالين يعني قريبا من بعض، إشكالية بدونها في الأسرة، يعني ابن أخوي إمام مسجد يدرس دراسات عليا، وأنا معطي أبوهم تقريبا 2007 مبلغ من المال أو أسهم وأنكروها الآن. أنا أريد أن أبين لأخي العزيز أن جميع ما في الكون قدر من الله جل وعلا، قد يقدر الله على العبد مصائب تكون لصالحه ولرفعة درجته. عندما يكون قريبك الذي يأخذ حقك من أهل الصلاة معنا حسناته بتجيك، فهنيئا لك بهذه الصلاة، الأجور العظيمة التي يتعب فيها ويتكلف فيها ويشتق فيها. لو اشترى الإنسان، يريد الإنسان يشتري حسنات ما حصلت له إلا بالشيء العظيم، وبالتالي يوم القيامة يؤخذ من حسناته وتوضع عليك وتفوز يوم النجاة الأكبر. فمن ثم انظر الفوز العظيم اللي بيحصل للإنسان. أذكر في هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. فتذكر هذا الموقف، ومن ثم أن طالب، لكن لا تتأثر نفسيتك بكونه أخذ، ترى هذا مقدره الله عز وجل ومقدره لمصلحتك، كونه يأخذ حقك ولا يجحد بعض الحقوق التي لك هذا لمصلحتك وأنت المستفيد. ومن ثم لا تجزع من هذا التصرف الذي تصرفه، بل عليك أن تتقرب إلى الله عز وجل باحتمال هذا الأذى والصبر عليه، واعرف أنك ستأخذ من حسناته يوم القيامة، وكل ما تأخر كلما ازداد أجرك وثوابك عند الله جل وعلا. وليست العبرة بالدنيا، ومن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه،
وانظر لعواقب الأمور. ترى هل أخذ الحقوق الخلق؟ لا تستعجل عليه، لله سنن الله في الكون الله. يقلب الله عز وجل أحوال الناس. لا تحسب المال الحرام اللي دخل عليه أنه سيكون لمصلحته. المال الحرام له أثر في عدم إجابة الدعوة، المال الحرام له أثر في عدم صلاح الذرية، المال الحرام له أثر في عدم صلاح تفكير الإنسان واختياره لما يعود عليه بالمصلحة. ولذلك احمد الله عز وجل أنك لست في موقعه، وأنك لم تأخذ من المال الحرام مثل ما أخذ، فهذه نعمة من الله عز وجل للعبد. كونه إمام مسجد هذا أزيل أكثر لدرجاتك، وتأخذ من حسناته يوم القيامة. ولذلك يحمد الله عز وجل الإنسان على هذا الأمر، وليعلم بأن لله سنن في الكون، بس لا يستعجل، لا يستعجل. شكرا لكم معالي الشيخ، الله يجزاكم خير على النصيحة وهذا البيان.